وقفناك سلمك الله لانك انت ملتزم واحنا بنكافئك بتغيير اطارات سيارتك الاربعه. من الاداره العامه للمرور هديه بالتعاون مع شركه بيري للاطارات نبدل اطاراتك الاربعه. طفت على الشارع العام ما توقعت يعني حمله في شارع عام بس وقفوني فقال لي بس بركن على اليمين وهاي جائزه نكافئك فيها بسبه التزامك. الجائزه كانت عباره عن تغيير اربع طواير من شركه بريلي. رحت التفتيت يعني كالاجراءات العاديه بس تفاجأت انهم يعني حق تشيك الاطارات انهم منتهيين او شيء يعني فاجئوني انه بيبدلوا لي اطارات مجانا فحمله يعني ممتازه ويعطيهم العافيه. الاطارات يقول لك ما يصلح تمشي فيها في الشارع الشركه هي راح تبدل لك اطارات كلها مجانا. الاداره العامه للمرور دائما في فصل الصيف تحب تذكر السواق بالمهم الاشتراطات الواجب عليهم اتخاذهم وشنو الاشياء اللي لازم هم يتاكدون منها.